صباح النور سميرة صباح الخير مشاهدينا والحمد لله بداية من مساء اليوم إلى غاية يوم السبت نشاهد قدوم او دخول اضطراب جوي حيكون من يكون اقول متوسط النشاط يكون محمل بامطار تكون معتبره محليا ان شاء الله خلال الساعات المقبله ان شاء الله يا رب تكون امطار خير لكن كذلك اقول درجات الحراره الاخرى راح تكون منخفضه خلال اليومين القادمين خاصه درجه الحراره القصوى فين بالنسبة ليوم الأحد بداية من يوم الأحد يعود الاستقرار للأسف من جديد ليميز شمال البلاد ونشوف الأمطار إن شاء الله راح خلال الساعات المقبلة مع بعض وهذا حسب خيط تساقط الأمطار بداية من يوم الجمعة ولغايه غاية يوم الأحد يوم غد إن شاء الله نلاحظوا أمطار تكون معتبرة محليا الكميات ما بين 15 حتى 30 ملم مرتقبة على كل من الجزائر العاصمة تيبازا البليدة كذلك بومرداس تيزيوزو حتى على ولاية الشلف كذلك على بجاية جي جلس وعنابة تكون أكثر غزر وأكثر اعتبارا خاصة على مدينة بجاية جي, جي دا عن عنابة قسنطينة كذلك على ولاية برج بوريج حتى على ولاية الصيف تستمر الأمطار في التساقط طيلة نهار يوم غد الجمعة على وسط وشرق البلاد كما نلاحظ في الصورة الكميات خاصة على المناطق الشرقية يرتقب أن تصل إلى غاية 40 ملم محليا أما عن يوم السبت نلاحظ الأمطار تستمر دائما في التساقط على كل من ولاية بجاية جيجي سكيك دعنا بطارف ما سوق هراست بالساق سنطينة برج باريج ومدينة السطيف إن شاء الله يعني طيلة فترة التساقط بداية من يوم غد الجمعة إلى غاية يوم السبت بحول الله أو, أو إلى غاية صبيحة يوم الأحد كما نلاحظ في الصورة يعني الكميات يرتقب أن تصل أو تعدى ال 50 ملم ان شاء الله على المناطق الشرقيه بالنسبه للمناطق الوسطى للبلاد تكون ما بين 15 حتى 30 ملم خاصه يوم غد الجمعه يعني طيله نهار يوم غد الاجواء راح تكون نوعا ما الشتويه ممطره ان شاء الله ان شاء الله يا تكون امطار خير بحول الله للاسف من المناطق الغربيه نلاحظوا الامطار غائبه وحتى على المناطق الجنوبيه الان مشاهدينا فيما يخص درجات الحراره المرتقبه خلال الساعات المقبله بدايه من يوم غد الجمعه الى غايه يوم الاحد نلاحظ تراجع جد محسوس في درجات الحرارة القصوى مرتقب بداية من يوم غد يعني حتعاود ترجع درجات الحرارة المعدلة لها الفصلي أجواء نوعا ما باردة ورح نسجل إن شاء الله ما بين حوالي 14 درجة كأدنى مقياس خلال الظهيرة وأعلى مقياس بالنسبة للمناطق الشمالية حوالي 22 درجة أما بالنسبة لجنوب البلاد كذلك الأجواء حيكون طقس حيكون بارد وعليه يرتقب ان النسج ان شاء الله ما بين حوالي 20 الى غايه 30 درجه كاعلى مقياس على مدينه ركان وان صالح اما عن صبيحه الجمعه الى غايه مساء يوم الاحد يعني خلال فتره الصبيحه والفتره المسائيه اجواء بارده راح تخص جل المناطق الشماليه نلاحظ اللون الاخضر وعليه يرتقب أننا ان شاء الله نسج ما بين اربع درجات مرتقبه خلال الصبيحه والفتره الليليه ما بين أربعة إلى غاية عشر درجات فقط إن شاء الله راح تخص جل المناطق الشمالية بدون استثناء المناطق الساحلية وحتى على المناطق الداخلية للبلاد الهواء البارد خلال الفترة الصباحة والفترة الليلية حيكون لديه تأثير على شمال الصحراء كذلك الجنوب الشرقي كما نلاحظ يعني اللون الأخضر وعليه راح نسجل إن شاء الله ما بين ثمانية إلى عشر درجات فقط على الجنوب الشرقي منطقة الواحات وشمال الصحراء بحول الله بالنسبه للملاحه البحريه لنهار اليوم هناك تنبيه من درجة الأولى رياح قوية مرتقبة مساء اليوم بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم برياح تصل أو تتعدى الستين كيلومتر في الساعة وعلو أمواج لغاية ثلث أمتار ويرتقب الرياح القوية تستمر إلى غاية فجر يوم غد الجمعة بحول الله الولاية أو السواحل المعنية سواحل مرسى بن مهيدي صاف وهران أرزيوم استغانم تنس بوهارون الجزائر العاصمة دلس الزفون بجاية جيجل سكيك داع نابا وسواحل القالة الحطة والحضر لكل مستعملي الملاحة البحرية بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم حيث تكون هناك رياح جد قوية تجتاح. اغلب السواحل الوطنيه اجواء شتويه رائعه ان شاء الله نحن في انتظارها بدايه من مساء اليوم تكون الامطار اكثر غزاره واكثر اعتبارا بحول الله طيله نهار يوم غد الجمعه على شرق ووسط البلاد تستمر الامطار في التساقط على المناطق الشرقيه الى غايه صبيحه يوم الاحد ليعود الاستقرار من جديد يميز اغلب المناطق الشماليه للبلاد ان شاء الله أقول معذرة إن شاء الله مشاهدينا بالنسبة للساعات حتى الأيام المقبلة حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي تشير مشاهدينا إن شاء الله حتكون هناك سلسلة من الاضطرابات الجوية مرتقبة خلال الأيام المقبلة إن شاء الله إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير بحول الله بهذا مشاهدينا أصلي لطي ورقة تحول الطقس نعود إلى الآن إلى سميرة لاستكمال بقية الأخبار شكرا لك حسيبة إذا مشاهدينا نعود لمواصلة هذا الموعد